لا كسروا يدي. اهلا يا فندم، ادخل فتش المكان بالكامل. اهلا يا فندم. ليش فتش؟ خير خير خير. ليش فتش؟ ماله؟ عامل نفسك مش عارف. انت متهم بالاعتداء على خليل ومحاوله قتله وسرقته كان جميله. انا؟ ايوه انت، ما فيش حد غيرك يا فندم. مبلغ غير علي منه هون، أبلا تقع نترف هالقري ولا تقع أي مشكلة وينبعوا على فوق ظهري وأنا بري ولا في بطني لهم شيء. وليش ما فيش غيرك من الناس كلهم يتهموا؟ اسألهم هذا سؤالهم، ما بتسألني أنا. أنا بريء. بريء؟ أيوه. يعني بذمتك يعني المرة لو يكفي، يعني يكفي يا بندم أرجوكم. أنا مضايق الصدق، يعني المرة لو يكفي، يعني اتهموني باطل واتهموني بأشياء لا فعلتها ولا سويتها، وفتشت وفعلت وطلعت ونزلت وطلع لا علي إثباتات ولا علي أي شيء، وفوق هذا يا بندم رجعوكم مرة ثانية لعندي تفعلوا لي هذا الكلام. أنا حتى نفسي يا بندم هبلا كنا وبعوا. أنا بعد حالي وهؤلاء العوادم مش يخرجوني القرية هكذا باطل للمة بتشهينا بعوف فوق التعامل. بندب فتشنا المكان ولا لقينا حاجة. أيها الحمد لله صدق. أيها تحرك معنا. أين تحرك معكم يا فندم؟ تحرك معنا القسم. لا أصير معكم يا فندم للمة، وأنا بري ولا بعلي أي تهم ولا إثبات. ليش هكذا؟ حرام يعني هم يتصارعوا في القرية وهذا وش يرجموا على فوق ظهري. من هم؟ كم من هم؟ يعني مش أنتوا داري؟ أنا دائما أحاكيكم أنا يا فندم. خليل وشمسهان وحزام بالباربو على جميلة كلهم مشتوا يخطبوها، وأمس خليل خطب جميلة شمسان، وهذا أكيد أنهم يعني قاموا بالواجب. يعني بكلامك هذا تتهم شمسان وحزام؟ لا بس يعني أنا قلت أساعدكم، يعني وفتح عيونكم على الموضوع هذا وتدروا بي. يعني ساعدنا. هيا تحرك معنا، تحرك معنا وهناك بنعرف.